وطن منحازون للحقيقة. تجردوا من أوجاعهم التي نالت من أجسادهم لسنوات طويلة، وتسابقت أقدامهم الصغيرة فرحاً لتعتلي عتبة المسرح ليرسموا بلغة الإشارة أنت الأجمل، وهي عنوان لمبادرة خيرية خطها الفنان محمد عساف لدعم أشخاص ذوي الإعاقة ومرضى السرطان. ذوي الإعاقة فلسطين بحاجة لدعم مجتمعي وبحاجة لوجود أزخم وأتقل للمسؤولية المجتمعية. المبادرة هذه مبادرة رائعة، وأنا بشجع باقي ممثلي المجتمع الفلسطيني إنهم يسارعوا لمبادرات مثل هذه احتراما للجميع. احنا بدنا نصفهم باصحاب الامام دائما لما بنقول ذوي الاعاقه. انا بقول صحيح ان كل واحد منا بيعيقه شيء في حياته، بس ان شاء الله احنا ما نكون معيقين لهم. هم هممهم عاليه لان برغم فقدانهم لشيء ما، ولكن دائما همتهم قويه، ولكن هم دائما بيفقدوا يمكن كثير، ولكن بعطوا الكثير وبضل نفسيتهم وهمها عاليه. ويعني شكرا لربنا اللي بعطيهم هاي الهمه، وشكرا للناس اللي اعطتهم اليوم الدفعه القويه. امراض السرطان يحتاجوا منا فعلا كل دعم وكل محبة وكل دعم سواء مادي أو غيره. فبالتالي أشكر أنا الفنان الكبير محمد عساف وكافة من ساهم في إنجاح هذا الحفل، لأن فعلا نريد أن ندعم مرضى السرطان. أكيد هناك في شراكة كاملة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. القطاع الحكومي يعني فاتح يديه لكل هاي الشراكات، وإحنا في مجال تأسيس اللجنة الوطنية للأورام، لأنه لحد هلا فيش لجنة. بدنا نعمل لجنة وطنية للأورام اللي تعنى بالبروتوكولات والعناية الخاصة بمرضى السرطان. وإحنا اليوم موجودين في اليوم العالمي للتضامن مع ذوي الاحتياجات الخاصة. مقاعدهم الحديدية المتحركة تنقلت بين زوايا المسرح فرحاً ليقول من يرقد عليها: نريد أن نقف، أن نتحدى، فنحن الأجمل. حقيقة أول شيء إحنا فخورين زي ما بتعرفي في أن نكون جزء من هاي المبادرة اللي أطلقها الفنان محبوب العرب محمد عساف. إحنا بصراحة الهدف من هاي المبادرة أنه نجمع أكبر قدر أو أكبر مبلغ من المال أنه ندعم فيه الأطفال من ذوي الإعاقة والأطفال المصابين بالسرطان. وحقيقة مش هاي أول مبادرة ولا رح تكون آخر مبادرة، لكن أهميتها أنه إحنا بنجمع الثقافة مع القطاع الخاص، مع رجال الأعمال، مع الناس، مع هذا، أنه كلنا هاي الحالة نجمع مبلغ بفرح زي ما حكوا ونبعته لهي الفئة المحتاجة. إحنا بصراحة التبرعات اللي ما كفي مبلغ نهائي للتبرعات، لكن هناك 1500 تذكرة، بالإضافة أنه في تذاكر مؤسسات قامت بشراء تذاكر بمبالغ تفوق $1,000 لكل تذكرة، يعني اللي هو الحد الأدنى 100 شيكل، يعني بإمكان يتبرع الشخص بأكثر من هذا المبلغ. بالإضافة أنه في مؤسسات كلها قدمت مبلغ من المعين من المال تحطي جزء من هاي الحفل، بالرغم أنه كل شيء من قاعة، من 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 مغني، من جمهور، كله بالتبرع مجاني. هذا الإيفنت هدفه تبرع لأربع جمعيات، وهذه الجمعيات قريبة على قلوبنا كلياتنا، إن كان مرضى السرطان أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم، وخاصة الأطفال منهم. وهذا المجال أبيك دائما بتقول لي رعاية خلال السنين الماضية، ولما توجه لنا الفنان محمد عساف ما كان في أي تردد من طرفنا في الدعم، وتكون راعي استراتيجي ورئيسي لهذا الحفل. احنا في السنتين الماضيين في اخر سنه 2018 وصلنا 8.7% من ارباحنا، وهي الاعلى بين كافه الشركات المدرجه، كافه الشركات الكبيره المدرجه في البورصه، شركات المساهمه العامه، اعلى نسبه منهم كلهم. وهذا المسار احنا ماشيين عليه، وان شاء الله بنحافظ عليه ومن زياده لزياده عام بعد عام. ومن المقرر ان يذهب ريع الحفل الذي اقيم على مسرح الهلال الاحمر الى قسم علاج السرطان في مستشفى المطلع ومدرسه الصم والبكم في جمعيه الهلال الاحمر والملجا الارثوذكسي العربي في العزريه ومؤسسه رعايه اطفال مرضى السرطان في قطاع غزه. انا دفعت ثمن هاي الصوب عيني اللي فقدتها، بس الحمد لله رب العالمين. وطن منحازون للحقيقة.